مشاهدينا الكرام، لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا المهندس محمد صديق خبير أمن المعلومات. مهندس محمد، بعد مساء الخير. هذا العطل المفاجئ الذي ضرب عدة مواقع للتواصل الاجتماعي، كيف ترى تأثيره على مستوى العالم، وهل هناك فعلا شبهة هجمات إلكترونية سبرانية؟ أهلا وسهلا فندم. بس مبدئيا احنا ما نقدرش نقول ان دلوقتي في اي حاجة او شبهة لهجمات او شيء الا بعد بيان واضح وصريح يخرج من الشركات المشغله لهذه المنصات. نعم، لكن طبعا مش هنقدر نقول ان مفيش تاثير، لا في تاثير كبير حصل، وخصوصا على جهات يعني معينه بدات البيزنس بتاعها يرتبط بشكل واضح وقوي مع منصات التواصل الاجتماعي. دي توقفت تماما. العطل دلوقتي داخل على السعر يعني على 4 ساعات، وده شيء لم يحدث من قبل ان المنصات تقف لهذه الفترة الزمنية الطويلة. نعم. لكن في منصات أخرى بديلة مش بنفس القوة. لكن إذا كانت هجمات من عدمها فده لسه شيء مش واضح أمامنا، ومفيش أي تقارير أو بيانات واضحة وصريحة خرجت من الشركات المشغلة لهذه المنصات، وهي شركة واحدة. نعم، هي المشغلة للمنصات الثلاثة. طيب دكتور محمد، هل هناك تأثير اقتصادي كبير جراء هذا العطل؟ طبعاً في تأثير اقتصادي. على من؟ في يعني في الجانب الاعلامي على سبيل المثال، اصبح دلوقتي في شركات اعلاميه كبيره بتبث الاخبار والمواقع، وعلى اساسها يقوم جهه المعلنين في هذا الاتجاه، الشركات المعلنه لدى هذه المواقع الاخباريه بالاعتماد الكلي على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، اكبر موقع موجود هو فيسبوك، المنصه المتوقفه الان. فده طبعا بيتم حسابه بعد بالساعات وبالثواني، فوقف المنصه للفتره الطويله دي بيحجب ما بين ايصال الاخبار وايصال الاعلانات التابعه للمعلنين للمستخدمين والمستهلكين. في شركات كبيره بدات تعتمد في عمليه تقديم خدمات الدعم الفني لخدماتها عن طريق منصات التواصل الاجتماعي وعمليات التواصل، وخصوصا عن طريق الواتساب او عن طريق الماسنجر الخاص بالفيسبوك، وده متوقفين برضو حاليا. نعم، اذا دخلنا 4 ساعات حتى الان تقريبا على هذا العطل. شكرا جزيلا لك المهندس محمد صديق خبير امن المعلومات، كنت معنا معلقا على ما اعترى مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.